سرعت وي بيجي هجم انا رفدت وليداتي وراني بايت برا بيا بالعائله تاعي قرشي برا مخلص عندي الفيرسمون تاع 10 مليون ها وعندي الوثائق ديوان كنت ديوان تربيت فيه وكبرت فيه وعيشت فيه ولادي كنت ناكل فيه الخبز هذا ولدي تيت الوالية انا باغياتك تجي تشوفيه فيه ولاده كي راه صاري الا ما هو جزائري لا ما تخلوش كاع في البلاد هذا ماني طالبه وراني طالبه منك بنتي تجي تشوفيني كي راني دايره الدخول تاعو اللي ساكن كان بطريقه غير قانونيه انا ذاك رفع قضيه على ديوان ترقيه والتسير العقاري والديوان والقاضي حكم له لصالحه بتعويض 150 مليون السكن الثاني اللي استولى عليه ثاني بطريقه غير شرعيه وين المحكمه حكمت باخلائه السكن